اليوم موضوعنا بويندو ويدينج كتير عملي وكتير بهم كل الناس، ولكن بذكركم بداية أنه ممكن تتواصلوا معنا على windowwedding.com، العنوان صرتوا بتعرفوا لكل تحضيرات الأعراس. اليوم بصيرنا استقبل السيدة داني وهبي، أهلا وسهلا فيك. حضرتك مهندس الديكور، وبترافقها السيدة زانا حيدر. أهلا حضرتك بالمبيعات بكرياتيف كلوزتس. لما بنقول كرياتيف كلوزتس عم نحكي شيء عملي 100%. يا ريت تعرفينا عن الشركه بشكل عام وعن الافكار يلي بتعطوها. اكيد. اول شيء الشركه تاسست سنه 1998 بالمملكه العربيه السعوديه، وكانت من اول يلي اقترحوا افكار الخزائن المبتكره والذكيه، يلي هي بتجرب قد ما فينا ان نحط كل الكميات الملابس ضمن هذا السولوشن، هذا التخزين. واكيد طبعا توسعت هيدي الشركه وكبرت مع الوقت، اصبحت الرائده ضمن هذا المجال، واكيد صار عندها اكثر من فروع ضمن الريجن تبعنا. وهنا زانا اكيد بتخبرنا اكثر عن المشاريع الاكبر، كيف صارت المشاريع اكبر وتوسعت اكثر. يعني فعلا شو اللي بخلي شركه تنجح تتوسع بهالطريقه وتوصل لكل بيت تكون هالقد مريحه وعمليه؟ مزبوط. الخزائن المبتكره مميزه بالتصاميم اللي بتقدمها، غير انه هي اختصاص التخصص الاساسي هو وحدات التخزين. انه كنا بدنا نحكي تخزين ان كان خزائن او تي في يونتس او مكتبات. هلا اذا بدك تطلعي بالامور اللي بتميز الخزائن المبتكره، هو قد ايه عندنا قدره التصميم يكون مناسب للمكان باكبر كميه تخزين ممكنه للاغراض. وطبعا ميرسي. 18 سنه شكرا لك. يلا كيف مستفيه التخزين صحيح. النساء بفتكر كل السيدات يلي عم يحضرونا اليوم رح يتسمعوا كثير، رح يشوفوا الصور يلي حضرتوا لنا اياهم والفيديو لطرق عمليه اكثر. هلا 18 سنه من الخبره ومن النجاح انتشرنا اكثر، صار عندنا اكثر من فرع من الدول العربيه، وصار برصيد الخزائن المبتكره غير المشاريع اليوميه اللي كل يوم بتطبق، المشاريع العاديه صار في برصيدها كميه كبيره من المشاريع التجاريه الضخمه، ان كان بمصر بالسعوديه وبلبنان وبقطر الحمد لله. وهنا عم نشوف بسلايد شو وكان مميزه جدا، اكيد عاملين كومبينيشن الوان. اما هيدي خزانه عمليه اكثر، مثل ما لاحظتي عم نشوف كيف طريقه التنظيم، الجوارير كيف حاطين فوق الارفف بطريقه عمليه، اسلوب التعليق كيف بيكون محطوط مع اكسسوارات مميزه، اكيد عندنا اكسسوارات مميزه، قسم الكبير عندنا وكيل حصيله له ان كانت اكسسوارات تليانيه او امريكانيه الصنع. عم نشوف الجوارير فيها تكون اكيد سوفت كلوز مع هاندل، في تفاصيل متعدده بهذا الموضوع. نعم. وعم نشوف اجمالا داني الالوان، اللون الابيض. نعم. هل هو المحبز لل طبيعي للخزائن؟ اللون الابيض بيعطي فرح وراحه لغرفه يعني لغرفه 100%، بصير الواحد يشوفه تيبه بطريقه اسرع، بشوف الالوان منظمه اكثر، وبتعطي راحه للرؤيه للنظر، بتفتح الالوان. ممكن نقدر نختار اكيد الملابس بطريقه اسهل وبتبين اوسع على كل حال. طبيعي. مثل ما عم نشوف هون. كمان سؤال، هل هالخزائن بتكون جاهزه او بتكون حسب الطلب؟ هون نقطه مميزه عند الخزائن المبتكره انه هي بحسب الطلب. بنتميز انه نحن بنعمل الديزاين، الديزاينر بيتواصل مع العميل، بيحكوا بالتفاصيل متطلباته بحسب المساحه اللي عم بيقدم لنا اياها، بيقدم له اكيد متطلباته، بيعمل له خزانه الاحلام بالنهايه. صح. يعني هون الروز بتجسد هاللون الزهري لصبيه مراهقه، قد ايه بيكون فعلا حلم مثل غرفه الاميرات، بتجسد شخصيه كل صحيح. شخص مزبوط. عم نشوف كمان الفوتاي اللي موجود، عم نشوف ديكور كمان مش بس خزاين. هل كمان كل هالتفاصيل حضرتكم يعني بتشتغلوا عليها؟ بنشتغل اكيد طبعا تي في يونتس، بنشتغل على مكتبه اكيد بضمن نطاقنا يلي هو التخزين، بنجرب قد ما فينا نستفيد من هيدي المساحه ونقدم ديزاين اكيد حسب طلب للشخص وافكار جديده. اكيد افكار عم نشوف جديده مثل ايلاند كمان بالنص. لشو عم تنعمل؟ هلا اللي بيميز الخزائن المبتكره انه فيها تقدم لك خزانه ما يكون لها خلفيه وما يكون لها ارضيه،
يعني من دون بيس ومن دون باك بورد. هيدي شوي جديدة. صعبة علي إذا ما شفت الصورة. يعني بدها تكون الخزانة تنقول البابي بان أو بدها تكون غزيت الغرفة. حيطان الغرفة بيزود بيكون الحيط وراء الخزانة هو ذاته. حتى إذا كنت بدك تشوفي البلاط أو الرخام بغرفتك بيضل مكفي من تحت الخزانة. فيك تشوفي حتى النعلة بقلب الخزانة. فبتصير الخزانة من تام يعني من روحية الغرفة. من روحية الغرفة بتكمل جمالية الغرفة. بتبطل هون موضوع تقني أو موضوع سولوشن أو ابتكار أكثر من أنه بتصير جمالية. بتصير جمالية هون عم نجمع اثنين 100% هون نقطة القوة. هون عم نجمع اثنين، شفنا الديكور الحلو، شفنا الألوان الحلوة، وشفنا كمان قد ايه عملية. في فيديو كمان حضرتوا لنا إياه يلي بفسر لنا أكثر عن الموضوع، خلينا نشوفه سوا. شفنا العمل كمان كيف بيصير، ترتيب بالعمل كمان هون نقطة كتير مهمة يا داني. أشخاص بيكونوا ساكنين بالبيت وعبالهم يغيروا أو عبالهم يزيدوا أو عبالهم يأهلوا غرفة جديدة بالبيت، قديها الشغلة بتكون مزعجة للسكان المنزل أو فيها تتم بسهولة وبرواء؟ أكيد بتتم بسهولة، لأنه هون نحن بيجي دورنا كمتخصصين بهذا المجال، منزور أكيد العميل ببيته، مناخد قياسات، منعطيه النصايح، بنقول له وين الخزانه افضل انها تنحط، وين معقول يستفيد اكثر من المساحه. اكيد تطبيقيا اكيد بتتابع هذا الشيء مع العمليه تبع الاوضه، التخت وين المفروض يكون. هون بيجي دور خبرتنا اكيد كديزاينرز كمصممين وبضمن مجالنا بكرييتيف كلوزتس وكتركيب كمان. قد ايه يعني تقريبا بتاخذ وقت الامور اذا عم نحكي بغرفه واحده؟ يعني نحن بس نتفق على كل الماتيريال الاكسسوارات والتصميم النهائي من هيدا النهار بنعد 15 يوم تركيب. اوف كثير قليل، يعني هيدي شغله سريعه جدا عم بتكون ومرتبه ونظيفه مثل ما شفنا بالفيديو. زانا وين موجودين اليوم؟ وين فينا نلاقيكم كمان بلبنان؟ و نحن موجودين باكثريه الدول العربيه، بالسعوديه، بالامارات، دبي، ابو ظبي، بالبحرين، بقطر، بقطر اسمنا متروبوليتان كلوزتس، وبلبنان اكيد، وعندنا شوروم باكثر من مطرح، بس بلبنان موجودين بالدوره على اوتوستراد الدوره. التواصل مع مين بيتم بالبدايه؟ كبداية بس بده حدا يتواصل مع الشركة، أول شيء في عنا أكثر من طريقة، يا بيكون عبر الإنترنت، عبر الويب سايت، أو بالاتصال، أو كمان بيكون زيارة لصالات العرض عنا. وأكيد بيرجع بيصير في اجتماعات مع الديزاينرز طبعاً. من بعد ما يقصدنا الزبون أو الزبائن تقصدنا، نحن بنرجع بنقصدهم، بنروح على بيتهم، خاصة إذا كان الديزاينر هو المتخصص، بيروح على بيته بيحكي معه، بيتواصل معه للزبون، بيسأله شو في عنده حاجات، قد كمية الثياب اللي ممكن عنده. يمكن يدرس كمان الوضع، يعني أكيد. يشوفوا الملابس طبعاً. أنا بيجي بسألك بقول لك شو في عندك كمية الثياب، أو قد عندك كمية شوز، أو انت انا بقدر كديزاينر كمصمم، انا بقدر قد ايه انت بحاجه لكميه تعاليق، لكميه ارفف، ندخل هون بطريقه تقسيم الخزانه من ناحيه الجوارير، من ناحيه الارفف. وهون هيدا المميز عند كرييتيف كلوزتس، الخزائن المبتكره، انها متخصصه ورائده بمجال التصميم الذكي لاكبر كميه تخزين ممكنه ضمن مساحه معينه. هلا بس نخلص الانترفيو، اذا بتريدوا بنروح زياره لعندي على البيت لو سمحتوا. اكيد. داني شفنا الخزاين، خزاين الملابس اجمالا. كمان في امور مهمه كثير يمكن اوقات بننسيها او ما بننتبه لها، هالاشياء اللي بنخزنها بالبيت، ان كان من فرش، ان كان من فرش اولاد يمكن كبروا عم نضبهم، هالاشياء الكبيره
الكبيره والثقيله يلي بتاخذ كثير مكان من البيت، هل في طرق عندكم كمان لحتى نضبطها؟ اكيد طبعا اكيد، يعني بيكونوا خزاين او بيكونوا رفوف، يعني كيف اجمالا عم تقولوا؟ يعني قد اكيد هذا الشيء بينطبق على حسب المساحه او الغرض يلي عم نحكي فيه والمساحه اللي حضرتكم عم تقدموها. يمكن نقدر نخلق خزانه متخصصه بس لهيدي الامور، لهيدي الاماكن التخزين اللي بدنا نحطهم للامور التخزينيه. وعلى ضوء اكيد نحن بنصير نتواصل مع العميل وبنصير نشيل ونحط ونغير بالديزاين كرمال يطلع عنده هو اكيد النتيجه المذهله، خزانه الاحلام مثل ما كنا عم نحكي، خزانه الاحلام حتى للستوك يعني وحتى للاولاد. عاده بغرف الاولاد بكون عندنا صعوبه الالوان، صعوبه ان نحط لهم محل للالعاب، هون كل شيء بنقدر نطبق من هيدي النقطة. هي غرفة الأولاد هي غرفة ألعاب بتصير آخر شيء ما في محل على المكتب لحتى يدرسوا، ما في محل على التخت لحتى يقعدوا، يعني كمان يمكن هون ما بعرف قد ايه مزبوط انه يمكن بتساعد حتى الاولاد انه يتعلموا الترتيب بشكل طبعا او بشكل اخر. كيف اليوم بنوصف الديزاين ابتكارات كرييتيف كلوزيتس؟ هل هي ابتكارات جديده، هل هي ابتكارات مودرن او تصاميم مودرن، او ممكن تكون اشياء هيك كلاسيكيه بسيطه؟ في اوصفها بيجي كلمه واحده او الاحرى كلمتين، elegantly organized، اي اناقه التنظيم. والتنظيم اكيد بيجي عن طابع شخصي حسب كل شخصيه كل عميل، على اساسها على ضوءها بينطبق هيدا الديزاين. بس ما عرفت كيف طلعت الفكره بالاساس، مين يلي ابتكرها؟ كيف يلي ابتكر فكره التنظيم او الخزاين للتصميم؟ هي موجوده بس هلا نحن الاوائل والرائدين بهيدا المجال بالمنطقه الدول العربيه والمنطقه الشرق الاوسط. بس هي موجوده قبل بامريكا، موجوده باكثر من مطرح، بس اللي بيميزنا حاليا هو التطور اللي نحن مع طول نقصد انه نجيب اكسسوارات جديده، اكسسوارات نوعيه ممتازه مخصصه للخزائن المبتكره، ان كانت ايطاليه ان كانت فرنسويه او ان كانت المانيه، حتى بندخل داخل الخزانه وخارج الخزانه، يعني بنشتغل على الابواب. الباب عندنا بيوصل لثلاث امتار وهيدي قليل لتشوف فيها، وهو ذاته هيدا الباب اللي بيوصل لثلاث امتار ممكن يتحول من باب سلايدنج جرار لباب هنج مفصله. يعني نحن منأمن لك خزانة بشكل يو أو بشكل ال، بتكون من ميلة هي جرار ومن ميلة هي هنجت. أنا بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية على هالأفكار، على هالترتيب كمان وعلى هالتنظيم. بدي أشكر وجودكم معنا سيدة داني وهب والسيدة زانا حيدر من كرييتيف كلوزت. شكرا لكم. شكرا لأسلفتكم. بذكركم مشاهدينا أنه التواصل معنا دايم على windowwedding.com لكل الأفكار يلي إلها علاقة بالأعراس بشكل خاص. رح ناخذ وقفة سريعة ومنتبه.